كل يوم حلاق سباك نجار سوبر ماركت حالك يا خالد. الشغلانه دي غير اي شغلانه. مش عارف ليه مشاكل، انا ممكن اهبط ده في وش اي حد مش هاهم منه. انا على حاجه في شغلتنا دي باكل من غير ما ادفع فلوس. المشكله اللي انت بتتضرب وبتاخدني معاك في السكه بيقول يلا انت وصاحبك بره، انت وصاحبك بره. باكل من غير ما ادفع فلوس. سلام على حاجه والله. سلام عليكم. يا باشا يا فندم، عايز بس الجاتوه بالله عليك. عايز ايه؟ بس الجاتوه. هو انت وراك مناسبة يعني ولا؟ هقول لك. وراك مناسبة؟ ايه؟ وراك مناسبة؟ اه يا باشا ان شاء الله ربنا خطوبة باذن الله. انت هتخطب؟ ان شاء الله يا باشا. والله العظيم امسح الحتة دي ببقك. حبيبي والله حبيبي. والله حبيبي والله. تسلم يا باشا. اتفضل. تسلم يا مجهول. حبيبي تسلم. يعني لا بس بس الجاتوه بس حلوة كده بالله عليك. هنخطب. كبر خالص بالله عليك اظبط لنا الدنيا كده من عينيا يا باشا. ايه عملت التانية ولا ايه؟ ايش يا عم حبيبي اقبل عندك يا عم حبيبي. روح بدفع عند الكاشير وانا هروق لك عليه عشان الخطوبه. انا بص اظبطك اظبطك وكده امانك يا عم. في كده دكتور هي يا جدعان في وسعر والله. حاسب بس عند الكاشير وتعالى. لا اله الا الله يا خالد. تضال الدرس يا جاتوه حضرتك يا عطوي. يا اخويا اقول لك الفلي يا اسطى. ولا مستر يا حبي هيخطب ده هيقف في المطاعم يعمل بص انا العريس. ايوه يا عريس ده هيشرفه ان شاء الله. حاجه نظيفه الله فاضل يا اخويا حبيبي يا باشا. تعال اتفضل يا باشا. تعالى تعالى الفلي كده اهو. الله الاكياس دي انت جايبها من عند مين؟ زلابي جايب الاكياس دي منين؟ محمود الحلوه. اكياسه مش حلوه دبلانه ما بتشيلش الحاجه كويس بتسقط. انا بقيت لزعل يا باشا. اتفضل حط الشوكولاته يا باشا والنبي. انا هروق عليك والله. تعالى بس كده اتفضل. تعالى خش خد حته هريسه. تسلم اخويا. والله خد بس والله خد من ايدي بس حبيبي عشان الخطوه بره. والله بس تسلم يا عم. في ايه عمنا كده عمنا؟ والله بحط لك ايه يا عمنا؟ في ايه؟ مظبوط صاحب المحل ده يا عمنا. اقول لك على حاجه، انت مراتك مش هتعمل معاك اللي ابعد. مراتي ايه يا عم؟ انا لسه خطبت. عشان تقول لي مراتي انا لسه اتجوزت ولا دخلت دنيا لسه؟ هتتجوز على واحد الله يغير. ايه يا عم مالك فيه؟ صلى على النبي كده يا عمنا. انا هشرفك قدامهم. شرف مين يا عم؟ روق كده ورش حواليك كده يا عم. في ايه؟ هديك حاجه حلوه كده بسبوسه. تديني ايه يا عم؟ ريح كده وابلع ريقك يا اخويا. بسبوسه ريح وابلع ريقك والنبي. انتوا مالكم كده يا جدعان؟ فين صاحب المحل كده؟ خلاص يا باشا تعالى. طعمها حلو قوي. جاي لي طعمها حلو. زلابيه. هو انت مالك كده يا اخويا؟ في ايه؟ زلابيه. تعالى يا باشا امسك كده. امسك ايه؟ امسك بس الكيسه ديت ثانيه. ده ايه الكيسه دي بقى والنبي؟ عايزك تمسكها وحط حاجه فيها. ده مالها دي والنبي؟ اعمل بقى ايه بقى والنبي؟ اخدها المروحه يعني اجيب فيها حاجه لامي يعني من السوق ولا حاجه؟ مش عامل ولا كوسه يعني؟ مش يا باشا يا عم اعمل بقى حضرتك يا استاذ. انا عايزك تمسكها. هي الكرتونه تخش هنا؟ عارف انا يا خالد اروق عليك. روق يا اسطى. انت عايز دستة صح؟ انت هتخطب والله انا اظبطك. ما الدستة في كرتونه يا استاذ. اتحط هنا ازاي؟ لا اله الا الله. تعالى كده يا باشا بس اقول لك ثانيه واحده. هو ماله كده يا استاذ؟ انت مالك فيه ايه؟ يا باشا والله انا عايز اروق. انا اشرفك قدامهم. هقول لك يا عم. بقول لك رايح اخطب والله. انا رايح اخطب حضرتك. عقبال عندك كده يا رب. بكره هتدعي لي وتقول الواد حماده ده عيل خلاني فوق. حماده هتشوف. ادي واحد بالله خالد. ايه يا عم انت دماغك تعبانه ولا ايه؟ دماغك تعبانه؟ انت بتعمل ايه؟ تعال شوكولاته صح؟ تعال افتح بس. بتعمل ايه بس يا عم؟ انا بيحكم في كرتونه. ما الكراتين عند المطبعه. امسك يا عمنا كده. انا عايز فلوسي بعد اذنك يا عمنا عشان مش نافع الشغل انت بتعمله ده. ماله ده يا باشا؟ يا عم ما ينفعش الشغل ده يا عمنا اللي انت بتعمله ده. هتروح لحماده؟ يا عم ما ينفعش. بقول لك يا عمنا كده انت وقتها غايبه منكم ولا ايه؟ اقول لك كلمه يا عم. يا غايبه منكم يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. فين صاحب المحل ده يا عمنا؟ هو قريبي يا عم. امال دي ايه يا عم؟ امال دي ايه؟ دي كراتين ايه يا عمنا؟ ما بيتحسب كراتين يا عمنا. انا صامبو جاي لك كراتين. بس ما بيتحسب كراتين يا عمنا. جاتوه في كراتين. جاتوه يا عمنا هنا يا باشا والله. عشان امشي يا عم ورايا ميعاد لسه. هتروح لحماده؟ ميعاد الساعه 8 يا عمنا ولسه رايح اروق عند الحلاق. هتروح لحماده وتقول لها عودي يا وليه عودي عودي كده اهو وتقعد تاكل. يا عم حماتي مين يا عم؟ حماتي مين يا عم؟ في ايه يا عم؟ حماتي مين يا عم؟ يا حماتي مين يا عم؟ الجاتوه ده يا عم ايه يا باشا؟ الكاتو ده يا عم مالك كده يا عم؟ في ايه؟ اكلهولك يعني؟ اكلهولك يا عمنا؟ ما تروق كده يا عم. عمال تقول لي حماتي لسه اتجوزت يا عمنا ولا لسه عملنا حاجه؟
انا بقدم المشيئه. بيتحط في كرتونه يا عمنا، ما بيتحطش هنا يا عمنا، ما بيتحطش في كيس. هو انا رايح اجيب 2 كيلو بتنجان من السوق لوالدتي ولا حاجه؟ يا باشا انا بقدم المشيئه. هو فين صاحب المحل اللي هنا يا استاذ مجدي؟ تعالى انا هجيبه لك. هو فين صاحب المحل يا استاذ؟ بعد اذنك صاحب المحل. بعد اذنك هنا بقى طالب جاز الكرتونه يا باشا، بيحطها لي في كيس يا باشا. ده يرضي ربنا يا باشا، ده يرضي ربنا. ايه ده بس؟ ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ انتوا جايبين اشتغل ايه يا باشا؟ يرضي ربنا ده في كرتونه يا باشا، عشان لسه رايح عند الحلاق ولسه هلبس ولسه هاكل هدوم يا باشا. بص ثانيه واحده، ما يرضيش ربنا ده يا باشا. مالك يا عم في ايه؟ ايه ده بس كده؟ انت بتعمل لي مشاكل مع صاحب المحل. مشاكل ايه يا عم؟ انت باين عليك انت شارب حاجه يا عم. في ايه؟ اول يوم. اول يوم ايه بس يا عم؟ اول يوم شغلانه ليا هنا. طب ما اللي عايز يبعد ما يعبيش حاجه في كيسي يا عمنا. وتاكو؟ لا والله. والله حلوه. دوق كده يا عم. دوق يا عم. دوق ايه يا عم؟ اهو يا عمنا، اهو يا عمنا، اهو يا عمنا. انت ايه يا عم؟ في ايه؟ انا بصور. ايه يا عم في ايه؟ انا بصور مقلب. هي هبت منك ولا ايه؟ مقلب ايه يا عم؟ مقلب ايه وبتاع ايه يا عم؟ ثانيه واحده والله. ايه يا عم بتعملوا فينا كده ليه؟ يا عم استهدى بالله. بتعملوا فينا كده ليه يا عم؟ عايزين نخطب يا عم، عايزين نتجوز يا عم. يا عم ان شاء الله عايزين نخطب، عايزين نتجوز. طلعنا هنا يا عم. والله بص ربنا يوفقك في حاجه. والله بهزر. وفقني ايه يا عم؟ بس تحط لي الجاتوه في كيس يا عمنا. والله بهزر. ما ينفعش كده والله. احلى طريقه تشوف كيس يا عمنا. بقول لك عايزينه كرتون عشان نمشي. يقول لي مقلب. مقلب ايه وبتاع ايه؟ انت قلت له مقلب؟ اه قلت له مقلب. قول لي ان مقلب يا عمنا. يقول لي ان مقلب يا عمنا. يقول لي ان مقلب. يعني ينفع كده يا عمنا؟ نعمة ربنا. طب واحد ما هي نعمة ربنا نحطها لي في كيس. اصل كيس كنا احنا هناكلها مش هنفع. ما ينفعش كده. طب واحد الله، واحد الله. طب ثانية واحدة بس والله. بس طبعا عشان دي نعمة ربنا. انا والله مش عايزك. ما هو هيتاكل بس ما يتحطش في كيس يا استاذ، بيتحط في كرتونة. ده مقلب، دي كمان خفية. ده مقلب. ما هو كمان خفية. هما يدوق. ما هو ده بقى يعني ده حتى لو اتحط في كيس احنا هناكله مش هيترمي. تمام. وفي حد راح يكتب ياخد حاجة في كيس يعني مش في كرتون؟ ما هو مقلب. انت بتضحك فيا يا استاذ. مقلب ايه بس؟ بص والله انا مقلب ايه ولا في كاميرات ولا في أي حاجة يا استاذ. بص كده فوق هنا كده. الكاميرات الثانية فهم مخبينها كده. في كاميرات هنا. خبيني بس. ايوه اهي. تمام. مش عايزك تزعل والله من اللي حصل. واحلى دست الجاتوه هتتعبى لك دلوقتي. ما تزعلش يا غالي. حبيبي يا عمنا مش اي حاجه. الله ان شاء الله ناجحه باذن الله. حبيبي حقك عليا ان شاء الله ربنا يوفقك. بس ما ينفعش برضك في كيس كده حضرتك يعني. لا ده انا هاكله انا. استحاله ان انا انا هاكله انا ده. هاكله في كيس. انا هاكله انا ده. حبيبي ما تزعلش من اللي حصل. حبيبي نجاح ان شاء الله. ثقه في اللي انا جاي. اهم حاجه بس موافق اللي هتزع. مفيش اي حاجه تزع. تزع ان شاء الله رب العالمين. كل سنه وانت حبيبي. استنى بقى ايه واحد هيجي دلوقتي يعمل لك احلى سنه يا رب. يا عيني على الحلو لما تبهدله الايام. تاني برضك. تاني برضك. خلاص خلاص. شارب حاجه. بقول لك يا صاحبي قلنا بقى السؤال. ثانيه بس يا ابن عمي اقول لك حاجه. مساء الكزبره. كزبره؟ مساء الكزبره. اقول لك بس حاجه ثانيه. بقول لك يا صاحبي لك عايز اروح الكويت. الكويت بتروح من هنا؟ الكويت بتروح من هنا؟ انت فاهم؟ انت فاهم؟ سامع؟ سامع؟ انت عبيط يا ابني؟ انت عبيط يا ابني؟ روح. انت شكلك شايب حاجه. انا اللي شكلي شايب حاجه؟ انا اللي شايب حاجه؟ يلا يا عم. انا اللي شايب حاجه؟ انت مرووش يلا؟ ايه؟ انت مرووش؟ قلت له يا غالي مرووش يا عم. واحد الله الله يسترك. انا عايز انت مرووش. شوف يا عم انت بتعمل يا عم. شوف يلا انت بتعمل ايه. يلا شوف انت بتعمل ايه. شوف انت بتعمل ايه. يلا صاحبي واحد الله الله يسترك. انت عارف انا بقول له ايه؟ صلى على النبي. بقول له عايز اروح الكويت. بس يا باشمهندس خلاص. عايز اروح الكويت. طب خلاص ماشي. عايز اروح الكويت يا جدعان. هو فيها يا جدعان؟ يا عم ماشي هنا. لا يا عم انا عايز اروح الكويت الله يستر. لازم معتز طيب. يا عم ده عيل عبيط يا عم. شكله ده عم شكله عيل عبيط يا عم. شكله عم صلى على النبي. استهدى بالله. لو راجل تعالى. طب واحد الله سيبه بس خليه يجي هنا. انا عايزك تجي لي هنا اهو. تعالى. طب سيبه كده بس. انا عايزه بس سيبه خليه دكر عليا ويجي يا عم. افهمك حاجه. تعال. طب تعالى تعالى تعالى. عايز ايه؟ واحد الله. لا لا الا الله. لا لا الا الله. سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله. عايز ايه بقى؟ انت شكلك شايب حاجه. انت شكلك شايب حاجه. يلا يا عم. هو هو انت شايب حاجه اكيد يعني صح؟ وبعديها وبعديها بقى انا شايب. يلا بص اقول لك على حاجه بس افهمك حاجه. بس تعالى كده اقول لك حاجه. اقول لك حاجه بس نوع عشان الناس. بص صل على النبي. اللي معاك ده واحد تاجر كتاكيت يعني. انا مش بايع الدنيا. انا واحد الدغ ومش بايع الدنيا. حسب بس لك مين بتجيب له مصيبه. انا واقف جنبك. انا واحد الدغ ومش بايع الدنيا.
يعني انت الدغ؟ اه. انا بقى بتعالج. لا يا عمي عشان ما ازعلكش مني. يلا. طب بص يا صاحبي اقول لك حاجه. يا ابني فكني. هقول لك على حاجه. اللي حصل ده كله اتصور. يعني ايه اتصور؟ احنا بنهزر معاك تعالى بس. والله اللي حصل ده كله اتصور احنا بنهزر معاك دي كاميرا خفيه. والله العظيم ثلاثة ما تزعل. انتوا بتهزروا يا جماعة والله. بص يا الكاميرات اهي. عندك كاميرا فوق اهي جايباك. مش عايزك تزعل؟ لا. طب انت يعني انت رد فعلك ايه في اللي حصل ده قلت ايه؟ لا اصل احنا عادي بنسأل بعضينا بس انت مزودها شوية. يا عم بص انت على بصمة. لا بس انت جامد. وعايز اقول لك على حاجة انا ما عملتش معاك حاجة غير لما واحد صاحبك قاعد هناك هنا هو اللي شاور لي عليه. اصلا؟ والله بص. ماشي يا اخويا حبيبي وانت طيب حبيبي يا غالي. رمضان يا انا اهلا رمضان قولوا معانا بنحب رمضان. اه ايوه زبون يا عرب كام دي اخويا حبيبي كام دي 15 كام دي 25 25 اه ناخد حاجه ثاني طيب خد يابا المحل محله محل محلك يابا الله يبارك لك كلام بالراحه انت شكلك مرزع وبتتكلم بيني اقول لك ايه لما تقفل وشك انت شارب ايه يا عم انت شارب ايه شارب المر قبل ما تشربه كام دول خلص هات الخين ايه ما عايزين تبيعه محدش لاقي زبون اصلا 25 دي بتاعك ايوه 25 واتنين عمال يجي القص قالوا شعره عليه بس 32 جنيه 32 اخي يا اخويا عليك انت شكلك اصلا بص خد هات يا اخي 32 هقول لك بص انا كنت شغال كده في مزرعه كتاكيت كتاكيت البلدي ما كانتش بتكبر بسرعه ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ ما كنتش بتحجنها لو تديها الحقنه هتكبر لكن للاسف بتحط لها الدفايه ولا لا؟ هتشد ياد ها؟ انا تشد بالراحه شويه كده رحت في يا عم انت واحد الله في يا عم انت خلص واحد الله يا جدع لا اله الا الله واشكالكم هتدونا منين؟ خيب في ايدك طب مفيش فك ورانا شغل بص خمسة غرفك طب امسك كده الباقي كله هديك يا عم انت اي حاجه بالباقي بقى لا ما تدينيش على مزادك انا عايز دول بس افرض ما معيش فلوس غيرهم تديني مزادك هي 5 جنيه اللي في الدرج خدتها انا عايز الباقي انا خدت ب 37 عايز الباقي يقول لي خد بيه لا انا مش هاخد بيه افرض ما معيش فلوس اروح اديني بالعافيه بقول لك غالي بالله عليك أوه. عايز كان ليا 50 جنيه عندك امبارح امي كانت جايه مشينا لا لا ولا سيبك منه عايز واحده سنه انا بكلمك لا حلو عايز ولا استنى يا برنس بعد اذنك دقيقه عايز ولا ولا مطبخ ولا كلمنا انا كلمنا انا يا عم عايز ولا على 50 جنيه ولا ايه نشوف شغلنا ولا نكلمك انا اللي بكلم معاك انا راجل 50 جنيه وهات الباقي استنى يا برنس هقول لك انت ولا اقفلوا لكم قال ابو اصحابه دي اطرب قالكم يا عم انا مالي انت بتعصب عليا خلاص يا عم زبون زي زيك اهدى هات ولا هات بقيت 50 جنيه كده يا امك واخده حاجه انا اللي بكلمك كلمنا انا انا مش عايز اعذب لك شعرك واحد الله يا غالي لا لا الله ايدك جنبك واحد الله يا غالي لا لا الله صح يا عم انا مالي انت بتعصب عليا انا ليه يقول لي خد بالباقي مش عارف ايه مش عارف ايه ماشي انت امك واخده حاجات ب 40 جنيه تمام لا ب 30 وخمسه دي 35 لسه لك كام 15 جنيه كانت واخده كيلو لبن لا يا اخويا لبن جاموسي بعد ده اخوك الصغير ياخد صابونه 37 35 38 ما ننسوش حاجه 37 احنا ننسوا ليه لا ننسوش اللي عليه كل يوم بيعمل مشكله في المنطقه كل يوم بيعوض زبون هنا ده انا باقي خام العازم بص مالك عازم والله انا عندي في البلد اضربك بالنار واحد الله بالباقي اللبن برضه ما خلاص بقى ما اللبن بقى معيش عشان اطلع فك طب يلا يا عم انت تعالى معايا امشي يا عم هات عاد الباقي عشان مش انا يا عم انت دلوقتي حسابك كام هو الباقي كله قول ولا معاك واسال امك هي واخده ايه امبارح ماشي يا اخويا بلاش كده بقى خلاص خلص يا عم انا معاك اهو طب يلا خدنا ب 37 ما تحطليش حاجه ثاني انا مش عايز حاجه ثاني هات الباقي الواد احمد الحلو بلا احمد بلا محمود خلص اشتغل في المفرشات وربنا كرمه انا بياع سجاد بلف في الشارع كلها حلو ما خليت بقى بيت ولا حاره دخلتها حلو اديني الباقي
يا عم خلاص يا عم. انت اخدت كام دلوقتي؟ انا اخدت 5. وحسابك كام؟ 37. يبقى كده موصل لك كام؟ 42. 43 44 45. معلش انا زفت، انا مش عايز الباقي، انا عايز الباقي. انا عارف انت عايز ولا عايز مصاصه؟ احنا مش عارف. انت شكلك بتاع مصاصات. لا مش بتاع مصاصات، اديك مصاصه. لا تدينيش بمزاجك، اكل العيال الصغيره وربنا بقى. هي لحد دلوقتي مستحملك غير كده، وربنا اخش اكسره. خلاص انت عايز فلوسك؟ ايوه عايز الباقي. خد حاجتك، تعالى بكره الساعه 7 الصبح. مفيش بكره. بكره ايه؟ انا مش من هنا. في يا عم انت واحد الله شويه. والله العظيم اموتك. انت هتعمل لي ايه؟ معام. ما تخلص يا عم، خلص يا عم، خلص. والله العظيم اموتك. راجل تعالى لي. هكذا انت بص، بتقول لك امي هتلاقي اللبن. بس هقول لك حاجه، والله هقول لك حاجه، امسكوا اخاك. واحد الله، واحد الله، واحد الله. هقول لك حاجه والله، واحد الله، واحد الله، واحد الله. بنهزر معاك، بنهزر والله، بنهزر معاك، بنهزر. مقلب يا غالي، مقلب. بس خلاص والله بهزر معاك يا صاحبي، والله بهزر معاك يا جدعان. والله الهزار الهزار يا طيب. واحد الله، معلش كده، بلاش كده، بلاش كده، بالله عليك. لا 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 يا عم، واحد الله، بالله. وقت الباقي خلص. حاضر، بس عايز اقول لك حاجه، بس وربنا احبسك. عايز اقول لك حاجه، هطلعك على اسمك. الحاجه ديت بص على حسابي وانا اللي هديك. عايز اخش، بس انا عايز بكسب. انت مبسوط دلوقتي على الهوا؟ فين الكام؟ بس خفيت ايه بس وبتاع ايه؟ كامرت ايه يا عم؟ ينفع اللي عملته ده من الصبح يا عم؟ انت فوق دماغي. واحد الله يا غالي، حاجه حاجه والله. انا غلطان والله واسف. حقيقة وانت فوق دماغي. بوس على راسه. طيب اهو انت حبيبي يا عم، تزعلش يا عم اللي حصل. ماشي اوكي، بس للكاميرا اللي في الشيبسي ديت اللي مستخبيه ديت. تمام ايوه. تزعلش يا عم اللي حصل حبيبي. اديله بقى الباقي يا خالد وحاسب عشان انا اتعورت. ما تقول كده من الصبح. طيب اهو لسه اللي هطلع الطمان ده اضربك يا عيال. Oh, oh, oh.